فيكم اليوم شفت عجبني كثير، بعطيكم فكرة عنها. ولا تنسوا تشتركون في القناة. كنت تقول التحضير شلون؟ طبعا هذا القهوة اللي نستعملها قهوة برازيلي. قهوة برازيلي. ايه. طيب. انت الحين سويت هذه مطحنة، هذه آلن يعني. ايه هذا هو كونبال. اه هي تطحنة وتنزل. احنا طحنت حاليا. ايه. طيب. لما ينطحن حطت آلة اللي تسوي الاسبرسو. يعني هذا آلة يعني ماي بخار حار او شنو؟ هاي اللي هي تستخلص القهوة، يعني هي ماي حار. أها. الحين القهوة أنت مطحونة والماي فوق. إيه ونرصها عشان لا ينزل ماي قليل، ما ينزل بسرعة. تمام. يعني هذا ماي حار بالبخار. إيه. طيب. الحين القهوة وين راح القهوة؟ القهوة موجودة هنا. الحين القهوة حطيتها بالعلبة. إيه هذا اللي هو يسمونه البورتا فلتر. أها. الحين هو يصب بالماء مع على القهوة. إيه على القهوة فيستخلص القهوة. استخلص القهوة. برس بعض. هذا القهوة اللي استعملناها. خلاص نزل على الألوان. هذا القهوة اللي مش طحناها. المطحونة. الخلاصة في الكوب. إيه. أول الكوب. كيف تصير رغوة؟ هل من القهوة ولا من الجهاز؟ هو طبعاً لما يصير الاسبرسو يصير ثلاث طبقات، وهذا في اللي هي الفوم والاسبرسو. شنو الفوم؟ الفوم هذا من القهوة نفس يعني. الفوم اللي هو الرغوة صح؟ ايه البيضة. ايه هذا اللي هي اللي فوق. والقهوة تحت؟ القهوة تحت. محمد السر. جميل كويس. يعطيك العافية. حياك الله. يقرب لك الفنان علي السبع. ما شاء الله ترى هو جاري في الحارة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شباب طموحين سعوديين يعطيهم ألف عافية، وشكرا لك محمد ما قصرت. ألف شكر لك، وسعدوني اشتراككم ويا أمان الله. خلاني أهوى القهوة مرة أو حلوة بدون أهوى الدنيا ما تسوى. القهوة يذوب السكر وبعيونك أذوب أكثر، فيك يا المحبوبة تذكر طعم المشروب وتبعثر. بالقهوة يذوب السكر وبعيونك أذوب أكثر، فيك يا المحبوبة تذكر طعم المشروب.